الشباك او تدخل لجوا هناك بتشوفوا عظام الاهالي الاطفال او عظام الرهبان، ومن الداخل في مغاره في زي بوكس كبير علبه هناك بتشوفوا عظام الاطفال. طبعا قتل الاطفال صار في مدينه بيت لحم من قبل هيرودس، وهيرودس قتل الاطفال في بيت لحم ودفنوهم في احدى المواقع. ولكن كيف وجدت هذه المغاره بجنب كنيسه المهد؟ انه لما اجت الامبراطوره البيزنطيه هيلينا ما تعرفت على الموقع وين المكان المقبره، فنقلت المقبره ووضعتها بتكون بجنب كنيسه المهد فدفنتهم هون. يعني خلينا ندخل على المغاره. Keep left, keep left, guys, keep left. دي اللي تقول عليها عظام اطفال، لكن اللي هنا جماجم كبير. مش ممكن تكون اطفال، لكن دي اللي ممكن. مجلات الناس اللي ماتوا اللي قتلوهم برضه. ماتوا. بس هنا الاطفال. هو الطفل up to 2 years الأطفال up to my babies يعني 2 years toddler الإنجيل المقدس فصل المشارة الإنجيل لمعلمنا مار متى البشير
بركاته على جميع نامين. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك الطربة وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست هي أسورة بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. هنئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا واسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، انصرفوا في طريق أخرى إلى كرتهم. وبعدما انصرفوا، إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قموا وخذ الصبي وأمه وأهرب إلى مصر، وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمعا أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل بالرب بالنبي من الرب النبي القائل: من مصر دعوت ابني. هنئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضبا جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحمي وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دونه، بحسب الزمان الذي تحققه من المجوز. هنئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. والمجد لله.